للمزيد من التحليل تنضم إلينا في الاستوديو السيدة فرح مراد، محللة أولى للأسواق المالية لدى إكويتي جروب. أهلا بك أستاذة فرح. راح نبدأ اليوم مع اليابان بعد تصريحات نائب محافظ بنك اليابان المركزي. برأيك ما هي تقديرات الأسواق لاحتمالية الرفع مرة أخرى؟ أظن تتراجع بشكل كتير كبير، وهذا اللي يعني طبعا الين تاريخيا كان ملاذ آمن. نجي نعتبره بالوقت الحالي أو مثل ما كنا عم نشوف هالتراجع الكبير على مثلا الدولار في وجه الين، أظن كان من الصعب جدا نلاقيه عم يستمر في هالفترة الزمنية القصيرة. مش هيك كنا عم نشوف تدخل كمان من بنك اليابان عم بيقول لا لحظة، نحن ما بيهمنا نكون عم نعمل هالفولاتيليتي العالية بالأسواق، ومشان هيك نحن قد لا نتجه إلى رفع أسعار الفائدة إلى أن نرى يمكن ستابيليتي في الأسواق. أظن هيدي يمكن اللي كان لازم ناخذ هالشيء بعين الاعتبار، ونعرف انه من الصعب جدا انه نشوف انهيار كبير في الاسواق وتوجه، يعني حتى مؤشر نيكي مثلا عملنا هالفي شيب كوركشن، لانه من المنطقي نعرف انه بنك اليابان كان بهمه يدعم الاسواق، وانه يرجع يحول السياسه بشكل كثير كبير يؤدي الى انهيار في اسواق الاسهم، منه هيدا السيناريو اللي هو بده اياه. فطبعا كنا رح نتوقع هالحديث، نتوقع انه يكون عم بيقولوا لا الين نحن ما رح نكون عم ندعمه بشكل كثير كبير، خصوصا الكاري اون تريدز اللي كانت فعلا يعني التداعيات هالتحول في الكاري اون تريدز ما بين الولايات المتحده او الدولار والين الياباني اثر على كل الاصول، حتى الذهب يعني نوعا ما تراجع بسبب هذا الامر. فنرى امر طبيعي نكون عم نشوفه من بنك اليابان ليكون عم يرجع يرد نوع من الاستقرار الى الاسواق. نعم، طبعا اليوم هدوء في الأسواق العالمية، لكن هناك مخاوف أيضا باتت من ركود الاقتصاد الأمريكي. برأيك ما مدى اقتراب هذه المخاوف من الحقيقة؟ يعني بيانات البطالة كانت عم بتفرجينا مخاوف حقيقية، نكون عم نشوف كمان التوظيف أقل بكثير من التوقعات، كمان زاد هيدا الأمر القطاع الصناعي اللي فرجينا كمان في إغلاقات نهار الجمعة، ولكن رجعنا شفنا بيانات إيجابية، وكنت هيدا اللي عم بحكي عنه. نحن قد نكون في فترة من البيانات المتضاربة، بعد البيانات الإيجابية بعد الأصول أو بعد الاندستريز قد تكون مدعومة اليوم، مثل ما عم نشوف ارتداد مثلا في البنوك مثلا في العديد من القطاعات، كمان رح نكون عم نشوف بعد البريشر على قطاعات أخرى. أظن هل نحن في مخاوف ركود؟ لا تزال المؤشرات الرئيسية في كوركشن بعد ما شفنا بير ماركت أو سوق هابط، نحتاج إلى المزيد من التراجعات اللي أظن أنه قد تكون، يعني لا أتوقع أنه في عنا بيانات على القليلة من الناحية الفنية للاقتصاد أو الأساسية للاقتصاد بتبرر تراجعات أعمق إلى الآن. نعم، طيب هذه الاحتمالات التي ذكرتيها باتت يعني باتت الأسواق اليوم تتحدث، هل أخطأ الفدرالي اليوم في عدم خفض معدلات الفائدة الشهر الماضي في يوليو؟ سؤال بمحله، خصوصي إذا بلش بشوف كنا عم نحكي أنه كان في اختلاف كتير بأصوات البنوك المركزية الأخرى إلا أستراليا يمكن كمان، ولكن المنطقة اليوروزون المملكة المتحدة توجهوا إلى تقليص أسعار الفائدة. منه شيء جديد على بنك الفدرالي أنه يكون عم يتأخر في سياسته. منتذكر كمان وتبلش بتشديد السياسة كمان ورفع أسعار الفائدة، العديد من يمكن الأصوات كانت عم تقول تأخر في هذا الرفع، ولكن مشان هيك عم نشوف هلأ نحن عم نسعر تقليص أقوى للفائدة خلال هذا العام. السؤال يعني في مكانه، قد يكون يمكن الأسواق شوي تحركت بطريقة أقل فولاتايل على الرغم من أنه التصحيح كان لابد أنه يحدث، هذا لازم نقوله فعلا، ولكن قد يكون كمان سيناريو أفضل أن نكون عم نتوجه لتقليص أخف من أن نكون حدين ونقلص 50 نقطة مثلا في سبتمبر. نعم، طيب ننتقل نتحدث عن الذهب. الذهب يعني بعد ما حدث يوم الاثنين التوترات الجيوسياسية كل ما ذلك، لكن الذهب لا زال يقف عند 2397 دولار للأونصة. لماذا يتصرف الذهب كملاذ آمن؟ هلا لازم احنا نعترف كمان مستويات 2300 حتى هي مستويات مرتفعة جدا، بس السيناريو او العديد من يمكن المستثمرين توجهوا لشراء الذهب، ولكن لازم نتذكر خلال الازمات الكبيره ان كان ليكويديشن للاسهم او للبوزيشن تبعونا في الاسهم او حتى على اليورو ين، لنكون نحن عم نعود كمان هالاختلاف الكبير، كنا نحن بحاجة لنسكر أو المستثمرين يتوجهوا لإغلاق صفقاتهم ليكونوا عم بيمولوا المشاكل اللي كانوا عم بيواجهوها في اليورو اليو اس دي ين سوري. فمشان هيك كنا عم نشوف تراجع، كنا عم نحكي على الأسهم وحتى على الذهب. طبعا يستفيد الذهب خلال استمرار الأزمة، ولكن دائما التوجه إلى الكاش هو المستفيد الرئيسي خلال التراجعات في الأسواق، خصوصي وقت نكون نحن نطلب عم نطلب كاش لنسكر البوزيشنز تبعنا.
نعم سيدة فرح مراد محللة أولى للأسواق المالية في إيكوتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. Thank you.